تواصلنا يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام لينطلق شوطنا السادس في تعدادي او شوطنا السابع في تعدادي اشواطي هذا الصباح الجميل وهذه التحديات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام ننطلق مع هذه الاسماء سابع اشواطي هذا اليوم خلال اندفاعات سن الاذاعه وسن الامتاع هنا نسير مع هذه الاندفاعات وهذه الصورة التي تأتي من خلال هذا النقل الحي والمباشر مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والمقدمة الأولى يتقدم الطاغي لمسلم بن حمد بن قناص العامري يقدم لنا الطاغي في هذا الاندفاع القوي والتحدي المثير المركز الثاني الوصول على ثاني المراكز في تحدياته وانطلاقاته وتميزه يأتي في المركز الثاني بدخول مميز في أيضا سابع أشواطي هذا الصباح والخاصة أيضا بانطلاقة الجعدان المحليات الأصايل من خلال اندفاعات الإنتاج والمنتجين هذا شاهين عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري وصل في هذه اللحظات يتقدم مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام بينما هناك ايضا مسار لمحمد بالطماطم بن حمد العامري بدا يقدم لنا هذه الانطلاقه مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام الدخول الاخر هذا مصيح لسعيد بن بخيت بن نوبي العامري خذ المركز الخامس في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام بينما اللي في المركز السادس وصل في هذه اللحظات يتقدم بابل عبد الواحد بالخزع بالعثة بالهركي العامري ياخذ المركز السادس ايضا ناخذ المركز السابع هناك المجموعة الاخرى القادمة بهذه الانطلاقة وتميزات هذه الاندفاعات مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام هناك الوصول والدخول ايضا القدوم من خلال هذا التواجد هذا الاسد محمد بن حماد بن سالم الاكتبي خذ المركز السابع المركز الثامن مشجي سعيد بن منانة بن غدير وصل بن غدير ايضا يتقدم بن منانة ويقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة الغاية صاحب اول اشواط المحليات والمهجنات راعي ورود صاحبة التوقيت الافضل والاجمل بدا يقدم لنا مشجي ولكن الدخول هناك مشاكل سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي يقدم لنا ايضا مشاكل وايضا بن عويضان مع مرموق حمد بن محمد سهيل بن عويضان العامري خذ المركز التاسع بينما اللي في المركز العاشر هذا الرئاسي حمدان بن محمد بن مبارك العفاري وصل في المركز العاشر هذا نداءنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام من هنا نتحول الى مقدمة الشوط الى الصدارة الاولى الى المقدمة الاولى المنافسة القوية وتحديات هذا الشوط ومنافساته الرائعة والمميزة مباشرة نعود الى الحوار الخماسي في مقدمة هذا الشوط بقيادة بن قناص بن قناص على المركز الاول يقدم لنا اندفاعات وتحديات الطاغي ايضا مسلم بن حمد بن قناص العامري ولكن الله التغيير هذا مسار محمد بالطماطم بن حمد العامري وصل في هذه اللحظات يقدم لنا هذا الاسم بينما المركز الثاني شعار بن نوبي مع مصيح سعيد بن بخيته بن ناصر بن نوبي العامري وصل في هذه اللحظات وصل عبد الواحد وصل بمبارك ليتقدم من خلال بابل عبد الواحد بالخزع بالعثة العامري يتقدم على المركز الثالث بابل بدأ يتقدم بينما المركز الرابع هذا شهم لسهيل بن سالم بن حمرور العامري اللي تدخل ما يبنى الأطاري ولكن دخوله كان جميل للغاية في منافسة الانتاج والمنتجين بن قناص ياخذ المركز الخامس بن قناص مع الطاغي مسلم بن حمد بن قناص بن علي العامري هذه الخمسة المراكز الاولى بن حماد الاكتبي وصل وخذ المركز السادس من خلال تواجد هذا الاسم في المركز السادس دخوله ايضا مميز هذا هو الاسد محمد بن حماد بن سالم الاكتبي وصل في هذه اللحظات يتقدم على المركز السادس بينما المركز السابع الدخول الكبير واصل في هذه اللحظات مشاكل لسند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي بينما هناك
يتقدم شعار بن منانة مع مشقي سعيد بن منانة بن غدير الاكتبياتي ابو سالم وصل، ولكن شوف القدوم الوصول هذا مرموق عبيد بن سالم بن راشد بالحباله الاكتبي، اول ندى لشعار بالحباله، بدا يدخل ايضا هذا الاسم بانتاج الفاخر والمميز. هناك الرئاسي لحمدان بن محمد بن مبارك الاعفاري يتدخل في ايضا المقدمه وفي العشر المراكز الاولى. هكذا مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام نعود الى الصدارة الى الحوار الثلاثي. هناك بالنوبي بدأ يغير، وبالهركي قادم مع بابل الواصل، بابل اللي غير الصدارة، اللي غير المركز الاول ومقدمة هذا الشوط. يتقدم عبد الواحد بالخزع بالهركي العامري، غير الصدارة، بينما بالنوبي يتقدم من خلال تواجد مصيح سعيد بن بخيت بن ناصر بالنوبي العامري الذي يقدم انتاج الفخر من خلال تواجد مصيح ومنافسات مصيح. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء، هذا هو مسار محمد بالطماطم بن حمد العامري وصل في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع ايضا شهم سهيل بن سالم بن حمرور العامري وصل في المركز الرابع، بينما بن حماد وصل في هذه اللحظات مع الاسد محمد بن حماد بن سالم الاكتبي وصل مع الاسد، ايضا بدا يتدخل مع الخماسيه وبالحباله وصل مع مرموق في هذه اللحظات، خذ المركز السادس عبيد بن سالم بن راشد بالحباله. يا سلام يا هذه المنافسه القويه، المنافسه ايضا القويه والجميله مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. ان سالت عن الموقع ايضا 1200 متر، ولكن اللي غير الصداره والمركز الاول، اللي خذ الصداره والمركز الاول ومقدمه هذا الشوط مرموق 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 وصل عبيد بن سالم بن راشد بالحباله الاكتبي، بدا يغير الصداره مع مرموق، بدا ينطلق مع مرموق في هذا الاندفاع، ولكن هناك الوصول من الاسد محمد بن حماد بن سالم الاكتبي يتقدم المركز الثالث. هناك شهم سهيل بن سالم بن حمرور العامري وصل ايضا، هناك القادم مشاكل لسند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي وصل، بدا يتدخل مع المجموعه الاولى، ولكن المنافسه بالحباله بدا يغير الصداره، بالحباله بدا ينتزع المركز الاول، ولكن ابناء الظفر ابناء ايضا غياثي ابناء الظفر قادمين من خلال هذا الاسم، ولكن مرموق على الصدارة، مرموق على المركز الاول على مقدمة هذا الشوط عبيد بن سالم بن راشد بالحبالة الاكتبي. يا سلام على هذا الاندفاع القوي والتحدي المثير، ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق الجميل. الانتاج والمنتجين شوطنا السابع ايضا عيناوية حتى هذه اللحظات، ولكن ايضا القادم في هذه اللحظات القادم هو مشاكل سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي وبالحباله مرموق، وايضا مشاكل ومرموق مقدمه الشوط مشاكل، ولكن مرموق على الصداره على المركز الاول. تهانينا والناموس، هذا هو عبيد بن سالم بن راشد بالحباله، مشكور يا سعيد يا بن هذلول على هذا الاداء. المركز الثاني وصل، هناك مشاكل سند بن محسن بن بخيت المزروع المركز الثالث، شهم السيل بن سالم بن حمرون العامري المركز الرابع، ايضا تدخلات المركز الرابع من هناك الاسد محمد بن حماد بن سالم الاكتبي، المركز الخامس عزام عامر بن سعيد بن عمهي المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. نعود بالتوقيت الزمني حيث فاز مرموق بتسع دقائق ست ثواني ست اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لعبيد بن سالم بن راشد بالحباله الاكتبي، تهانينا لسعيد بن صغير بن هذلول اللهيبي على ايضا هذا الاداء. المركز الثاني تسع دقائق ست ثواني تسع اجزاء من الثانيه، هو مشاكل من وصل في المركز الثاني سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي. المركز الثالث تسع دقائق سبع ثواني وخمس اجزاء من الثانيه، شعار بن حمرور من وصل في المركز الثالث، شهم سهيل بن سالم بن حمرور العامري.